السيدات والسادة، أهلا بكم إلى نشرتنا الإخبارية من تلفزيون حضرموت. أبدأ النشرة بأبرز العناوين. رئيس مجلس القيادة الرئاسي يستقبل سفراء الاتحاد الأوروبي. البركاني يستعرض مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي الجهود المبذولة لإحلال السلام. وزير الصحة ومحافظ حضرموت يفتتحان عدداً من المشاريع في قطاع الصحة. ومن العناوين إلى التفاصيل، استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي في العاصمة السعودية الرياض رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي جابرييل منويرة فينالس وسفراء وممثلين دبلوماسيين عن 17 دولة أوروبية للبحث في مستجدات الأوضاع اليمنية. ووضع الدكتور العليمي السفراء الأوروبيين أمام مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، بما في ذلك الإصلاحات المؤسسية والخدمية التي يقودها المجلس والحكومة بدعم من الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً التزام مجلس القيادة الرئاسي بخيار السلام العادل والشامل وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً. كما استمع من السفراء الأوروبيين إلى شرح حول جهودهم مع الوسطاء الأمميين والدوليين من أجل تخفيف المعاناة على الشعب اليمني. شدد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عيدروس قاسم الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي على أهمية الارتقاء بالمؤسسة العسكرية ميدانياً ومعنوياً وتعزيز الجاهزية القتالية والضبط والربط العسكري في جميع وحدات الجيش. وخلال لقائه بوزير الدفاع الفريق محسن الداعري، اطلع النائب الزبيدي على مستجدات الوضع العسكري وانتشار القوات المسلحة في محافظات أبين وشبوة وحضرموت والخطط التي تعمل عليها وزارة الدفاع للارتقاء بالمؤسسة العسكرية بما يضمن جاهزية القوات المسلحة لتنفيذ مهامها الوطنية في ظل استمرار التحشيد الحوثي وانتهاكاته المتواصلة للهدنة الأممية. اطلع نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن فرج سالمين البحسني خلال لقائه بمدينة المكلا من وزير النفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي على خطط الوزارة لرفع القدرة الإنتاجية في حقول النفط والبحث عن مصادر أخرى لتعزيز إيرادات الدولة والإسهام في تحقيق الاستقرار الاقتصادي. واستمع النائب البحسني من الوزير الشماسي إلى شرح حول نشاط وزارة النفط والمعادن وسير عملية الإنتاج من حقول النفط بمحافظتي حضرموت وشبوة وإمكانيات زيادة القدرة الإنتاجية. وأشاد النائب البحسني بالجهود التي تبذلها قيادة وزارة النفط والمعادن في سبيل رفع القدرة الإنتاجية لتعزيز إيرادات الدولة والإسهام في تحقيق الاستقرار الاقتصادي. استعرض رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن جابرييل منويرة فينالس المواضيع المتصلة بتطورات الأوضاع في اليمن والجهود المبذولة لإحلال السلام. وتطرق البركاني إلى آخر المستجدات على الساحة اليمنية والخرق المدان الذي أقدمت عليه ميليشيا الحوثي لقطع الشريان الوحيد إلى مدينة تعز، مشدداً على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي موقفاً حازماً وواضحاً تجاه الصلف الحوثي. بدوره أشار رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سعي الاتحاد المستمر لإحلال السلام في اليمن، معبراً عن رفضه لإراقة الدماء والاختراقات للاتفاقات باعتبارها تصعيداً يدمر فرص السلام.
ناقش لقاء مشترك عقد بالعاصمة المؤقتة عدن وضم وزراء النقل والزراعة والثروة السمكية والشؤون الاجتماعية والعمل ومحافظ لحج ورئيس مصلحة الجمارك السبل الكفيلة بتصحيح وضع منفذ رأس العارة وتسيير نشاطه وفقا للنظم المالية والجمركية والأمنية المعمول بها بالموانئ كافة في المناطق المحررة. وجرى خلال اللقاء اتخاذ الخطوات اللازمة بهذا الشأن وتشكيل لجنة فنية من وزارات النقل والمالية والداخلية والسلطة المحلية للنزول إلى المنفذ لدراسة الاحتياجات الفنية والأمنية بما فيها التجهيزات اللازمة التي تمكن الجهات الحكومية المنتدبة للعمل بها من ممارسة مهامها وفق النظم والتشريعات ورفع تقريرها للجنة الوزارية. ناقش اجتماع عقد بالمكلا برئاسة وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم محمد بحيبح ومحافظ حضرموت الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي أوضاع القطاع الصحي بمحافظة حضرموت، كما بحث سبل تحسين الخدمات المقدمة للمرضى. تفاصيل أوفى حول الزيارة في سياق التقرير الآتي. في زيارة هي الأولى له بعد تولي الأستاذ مبخوت بن ماضي قيادة محافظة حضرموت، وصل وزير الصحة العامة والسكان دكتور قاسم محمد بحيبح إلى عاصمة المحافظة مدينة المكلا على رأس وفد وزاري لافتتاح عدد من المشاريع في قطاع البنية التحتية الطبية بالمحافظة. وفور وصوله رافق محافظ حضرموت بن ماضي الوزير بحيبح زيارته لهيئة مستشفى ابن سينا المركزي بالمكلا، حيث افتتح مركز علاج كورونا والأمراض التنفسية الحادة الذي يأتي ضمن مشروع دعم المرافق الصحية بتمويل من جمهورية ألمانيا الاتحادية وتنفيذ مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع. ثم قام بتفقد أجنحة أخذ العينات والحالات المتوسطة والحرجة، وتعرف الوزير ومعه المحافظ على معدات المركز التي تبلغ سعته السريرية 27 سريراً قابلة للزيادة إلى 40 والمزودة بأحدث الأجهزة الطبية وطاقم طبي مؤهل، حيث سيسهم المركز في استقبال الحالات الحرجة وحالات ضيق التنفس لتخفيف الزحام بقسم العناية المركزة بالمشفى. خير الحمد لله، خلال هذا العام تم افتتاح مسار الزمالة العربي والبرد اليمني في حضرموت، سيتم تأهيل للأطباء والأخصائيين، وأيضا تم افتتاح في حضرموت الأسبوع قبل فترة برنامج الوبائيات الحقلية الدكتور عبد الله باغوث، وأيضا تم افتتاح الآن سيتم افتتاح التدريب في العناية المركزة، فهناك أكثر من تأهيل وتدريب إن شاء الله، وهذا يأتي كله بجهود مشتركة سواء من السلطة المحلية التي تدعم بسخاء في هذا الجانب، ومن وزارة الصحة التي أيضا توجه الدعم الدولي والمنظمات للمحافظة، ونحن نأمل إن شاء الله أنه بتكاتف الجميع سيحصل تحسن الخدمات الصحية. وعقب ذلك قام الوزير بحيبح والمحافظ بالماضي بتدشين العمل بجهاز الأشعة المقطعية بهيئة مستشفى ابن سينا بدعم من منظمة الصحة العالمية، وطلع على قسم توفير الأكسجين ومركز رعاية مرضى الفشل الكلوي، مشيدين بحجم الخدمات المقدمة للمرضى ومثمنين جهود الطاقم الطبي والفني الذي يولي اهتمامه بالمرضى. وفور الانتهاء من زيارتهم لهيئة مستشفى ابن سينا، اتجه الوزير بحيبح والمحافظ بن ماضي والوفد المرافق لهما لزيارة مستشفى المكلا للأمومة والطفولة، متفقدين الخدمات المقدمة للمرضى في المشفى الذي يستقبل حالات الوضع من مختلف المديريات والمحافظات المجاورة. ونحن الحقيقة سعيدين بهذه الزيارة، وفي هذا الجانب حقيقة عندنا قصور كبير، ولكن تشفع له حركة الأخ الوزير الدؤوبة في هذا الجانب، ومهما عملنا فنحن جميعا مقصرين، ولكننا نعمل وفق الإمكانيات المتاحة، وهذه زيارته تدل على اهتمام الحكومة والقيادة بمحافظة حضرموت. هذه السيارة تهدف إلى تفقد الواقع الصحي في حضرموت وتدشين العمل بمشاريع صحية من شأنها الإسهام في تحسين الخدمات الصحية وتقديم جوانب الدعم للقطاع الصحي من خلال دعم الوزارة لاعتماد مسارات البرد العربي عقب اعتماد البرد اليمني في كل من المكلا وسيئون، في سياق الاهتمام بمجال التدريب والتأهيل للكوادر الصحية
محليا لتلفزيون حضرموت صالح الجعيدي مدينة المكلا. بحث محافظ حضرموت الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي مع مدير البعثة الأجنبية بمنظمة إنترسوس السيدة إيفيلين ليرن أوت جوانب التدخل الإنساني والخدمي للمنظمة في حضرموت. واستمع محافظ حضرموت من السيدة إيفيلين إلى شرح حول تدخلات المنظمة الإيطالية التي بدأت عملها منذ العام 2015 في حضرموت، وخصوصا في مجال الحماية ودعم قطاعات الصحة والتربية والمياه والتعليم، إلى جانب دعم سبل العيش للمرأة والرجل على حد سواء. وأشار المحافظ بن ماضي بأن حضرموت تواجه جبهة هي الأكبر في ظل الأوضاع الحالية التي تمر بها البلاد، وهي جبهة الخدمات واستقبال النازحين الذين يتم استقبالهم بعيدا عن مخيمات اللاجئين. تفقد محافظ المهرة محمد علي ياسر جاهزية الوحدات الأمنية في مدينة الغيضة، مطلعا على أحوال منتسبي قيادة الأمن العام والقوات الخاصة وشرطة الدوريات وأمن الطرق في مدينة الغيضة. وأكد المحافظ بن ياسر على ضرورة مواصلة اليقظة العالية التي يتمتع بها منتسبي الأجهزة الأمنية إلى جانب وحدات القوات المسلحة، وتكامل الجهود للوصول إلى النجاحات المحققة في مكافحة الإرهاب والمخدرات والتهريب بمختلف أشكاله. هذا وأكد المدير العام للشرطة والأمن العميد مفتي سهيل وقوف ومساندة الأجهزة الأمنية للسلطة المحلية في حفظ الأمن والتنمية وفرض هيبة الدولة. أحالت لجنة فتح المضاريف بمحافظة شبوة في اجتماع لها برئاسة الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة عبد رب هشلة العطاءات المقدمة لتنفيذ مشاريع طرق إلى لجنة التحليل لدراستها. وناقشت اللجنة عطاءات مشروع شق وتمهيد شارع الحزم بمدينة عتق، ومشروع شق وتمهيد شارع العشرين الدائري في مخطط 611 بالمدينة، وإحالتها إلى لجنة التحليل المختصة لدراستها وتحليلها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، تمهيدا للبدء في تنفيذ المشروعين اللذين سيتم تنفيذهما بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة. والآن مشاهدينا إلى حالة الطقس. ختام النشرة تذكير بأبرز العناوين. رئيس مجلس القيادة الرئاسي يستقبل سفراء الاتحاد الأوروبي.
البريطاني يستعرض مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي الجهود المبذولة لإحلال السلام. وزير الصحة ومحافظ حضرموت يفتتحان عددا من المشاريع في قطاع الصحة. ولمتابعة المزيد من نشراتنا الإخبارية يرجى زيارة حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تلفزيون حضرموت. في أمان الله.